السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نأخذ صفحة 40 من كتاب فضاء الرياضيات للمستوى الثاني ابتدائي، الدرس الثامن، استعمال التقنية الاعتيادية للطرح بدون احتفاظ من 0 إلى 999. اليوم غنتعلموا واحد التقنية جديدة كتسمى التقنية الاعتيادية للطرح. شنو كنقصدوا بالطرح؟ أي عملية الناقص، كيفاش تطرح شي حاجة من عدد آخر، يعني فاش كيكون أو بالمعنى تنقص، يعني كيفاش نقصوا واحد العدد من عدد آخر. الحصة الثانية أكتشف وأتمرن، نأخذ أول نشاط. شنو كيقول لنا؟ أعطت كريمة 16 درهما لسارة وأصبح لديها، عند من أصبح لسارة؟ لديها 39 درهما. كم كان لدى سارة من قبل؟ قال لينا بلي هاد البنت اللي كتسمى بكريمة عطات لسارة 16 درهم، عطات لسارة 16 درهم، ولا عند سارة 39 درهم. اذا شحال كان عند سارة من قبل؟ سارة كان عندها واحد العدد اللي احنا ما عارفينش شنو هو، ياك، وزادتها كريمة عطات لها 16 درهم. فاش حطت سارة ديك 16 درهم على ديك الفلوس اللي كانت عندها، ولات عندها 39 درهم. اذا شحال كانت عندها ديال الفلوس؟ حنا ما عارفينش شنو غنديروا، غنحسبوا. قال لنا استعملوا التمثيل والمستقيم العددي ثم اضعوا العمليه واكمل. عندنا هذا هو المستقيم العددي وهذا هو التمثيل. العمليه اللي غنديروا هي 39 ناقص 16، يعني نشدوا داك المبلغ اللي ولا عندها، نقصوا منه ديك 16 درهم اللي عطاتها كريمه باش نعرفوا في الاصل شحال كان عندها. اذا العمليه كيفاش نقولوا؟ ان هذه هي المجموع الكلي اللي عندها دابا، هادو هما الفلوس كاملين اللي عندها دابا، وهاد 16 درهم هي اللي عطاتها كريمه. اذا هذا الشيء اللي حنا باغين نعرفوه، الفلوس اللي كانوا عندها في الاول. شنو كيقول لينا التمثيل او المستقيم العددي؟ عطي لنا في المستقيم العددي 39 درهم، ياك، هي هذه اللي عندنا 39 درهم، المبلغ اللي عندها حاليا، ياك، وشدينا نقصنا منه 16 درهم، ها هي 6 درهم، ولينا نقصنا منه 10 درهم، اذا شحال عندها؟ عندها 23 درهم. علاش؟ حيت فاش حيدنا منها 16 درهم بقات لي 23 درهم، يعني ان 39 الى حيدنا منها هاد 16 شحال تبقى ليا؟ 23 درهم. 23 درهم غنجيو نكتبو حتى هنا 23 درهم، واذا درنا 23 زائد 16 غتعطيني 39. 39 ناقص 16، فاش كنديرو 9 ناقص 6؟ 9 ناقص 6 غتشد 9 في دماغك وتحيد منها 6. 9 الى حيدت منها واحد شحال كتعطيني؟ الى حيدت منها جوج شحال كتعطيني؟ ونبقاو غادي بحال هكا. اولا استعملوا مستقيم بحال هذا وترسموا فيه 9 وتجيو تحيدوا منه 6 وشوفوا شحال غيبقى. ولكن 9 ناقص 6 راه كتساوي هي 3. 9 ناقص 6 3، و 3 ناقص 1 جوج، 3 ناقص 1 جوج، اذا هي 23. وفي الاخير عرفنا ان سارة شحال كان عندها؟ كان عندها 16 درهم، او عفوا 23 درهم. فزادتها كريمة 16 درهم ولات عندها 39 درهم. وهذا هو النشاط الاول. دابا نشوفوا التمرين الثاني شنو كيقول لنا. استعمل المستقيم العددي واحسب. عندنا المستقيم العددي شنو كيمثل لنا؟ الاعداد من 0 حتى 10، عندنا 0 1 غادي حتى 10. جاو لهنا قال لنا 3 ناقص 2، شنو غنديروا؟ غنجيو لهاد 3 ها هي ونقصوا منها جوج. شنو كيفاش غنقصوا منها جوج؟ من هنا حتى لهنا غيتحيد، من 0 حتى لجوج غيتحيد، نقصنا منها جوج شحال غيبقى ليا؟ تبقى ليا شرطه واحده، يعني 1. 3 ناقص 2 كتساوي 1. 7 ناقص 3 نشدو هاي 7 نحيدو منها 3، هاي 3 من 0 حتى 3 غيتحيد كامل، شحال غتبقى ليا؟ 1 2 3 4 غيبقى ليا 4. 10 ناقص 1 هاي 10، ياك، نشدو نحيدو منها 1، هاد 1 غتحيد، شنو غيبقى ليا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 غيبقى ليا 9. وهكا نمشيو في جميع العمليات. مثلا 10 نحيدو منها 0، 10 نحيدو منها 0، شحال تبقى ليا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
حيت السفر راه لا شيء، يعني لا حيدتي هادشي اللي اللور اصلا ما كيتحسبش، يعني فحال حيدتي فحال ما حيدتيش، يعني السفر راه عدد ما كاينش، يعني 10 ناقص 0 كتساوي لنا كتبقى لنا 10. 10 الى حيدتي من انت كانت عندك 10 دراهم وما خسرتي منها والو، شحال غتبقى عندك؟ غتبقى عندك 10 دراهم، يعني راك ما خسرتي حتى شي حاجه. 10 ناقص 5 ها هي 10، نحيدو منها 5، هاد 5 كامله تحيد، شحال غتبقى ليا؟ 1 2 3 4 5 تبقى ليا 5. 10 ناقص 10 ها هي 10، نحيدو منها 10، شحال غتبقى ليا؟ ما يبقى ليا والو، صفر. 9 ناقص 9 نشد هنايا 9 ونحيد منها 9، غتبقى ليا كذلك صفر. 8 ياك نحيد منها 7، هاد 7 كاملة غتحيد، شحال من 8 7 من 7 ل 8 شحال بقى ليا؟ 1. عندي 6 ناقص 2 ها هي 6، نحيد منها 2، شحال غتبقى ليا؟ 1 2 3 4، يعني بقاو ليا 4 الشرطات باش نوصل ل 6، يعني ان 6 ناقص 2 كتساوي 4. 4 ناقص 0 ها حنا شدينا 4 وحيدنا منه 0، شحال غيبقى ليا؟ 1 2 3 4 4. اي عدد حيدنا منه 0 راه بحال ما حيدنا، ماشي بحال ما راه ما حيدنا منه والو، كيبقى كما هو. دابا نغيروا اللون، ناخذ اللون الوردي مثلا. عندي 10 ناقص 1 هي 10، حيدت منها 1، شحال غتبقى ليا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تبقى ليا 9. 10 الى حيدت منها 1 كتبقى 9، 10 الى حيدت منها 6 ها هي 6 كامله غتنقص، شحال بقى ليا؟ 1 2 3 4 بقى ليا 4. دابا نمشيو ل 9 ناقص 1، نشدو هاد 9 نحيدو منها 1، شحال تبقى ليا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، غيبقى ليا 8. حيت 9 ناقص 1 كتساوي 8. نغيروا اللون حيت هذاك اللون ما كيبانش مزيان، نستعملوا اللون الاخضر 8. دابا قال لي 8 ناقص 0، قلنا اي عدد كنحيدو منه 0 راه يعني راه كنحيدو منه والو، اذا كتبقى ليا 8. 8 ناقص 8 ها هي 8، نحيدو منها 8 كامله، شحال تبقى ليا؟ 0. عاوتاني ناخذ 6 ونحيدو منها هاد 6 كامله، شحال تبقى ليا؟ 0. ترجع لهاد النقطه، ترجع للصفر. نشدو عاوتاني 4 ونحيدو منها 1 2 3 4، اذا الى حيدنا منها هاد 4 كامله شحال تبقى ليا؟ 0 كذلك. دابا ناخذو 10 ناقص 2، غنشدو 10 ونحيدو منها 2، شحال تبقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، غتبقى ليا 8. 10 نحيد منها 7 ها هي 10، نحيد منها 7، شحال تبقى؟ 1 2 3، غتبقى ليا 3. علاش 10 كتشدها كتحيد منها 7 كامله، شحال كيبقاو ليا؟ كيبقاو ليا 3. 9 نحيد منها 3، دابا 9 نشدها ونحيد منها 3، تبقى ليا 1 2 3 4 5 6، كتبقى ليا 6. 8 نحيد منها 1، نشد 8 نحيد منها 1، الى حسبنا تبقى ليا 7. 7 نحيد منها 0، يعني ما نحيد من يعني نحيد منها غير 0، كتبقى ليا 7. 5 كذلك كتبقى ليا 5، وكتبقى ليا 3. دابا ناخذ 10 ناقص 3، 10 نقص منها 3، كتبقى 1 2 3 4 5 6 7، كتبقى ليا 7. 10 نحيد منها 8، كتبقى ليا 1 2 2. 9 نحيد منها 5 ها هي 9، نحيد منها 5 كامل، كتبقى ليا 1 2 3 4 4. 8 نحيد منها 2 ها هي 8، نحيد منها 2، كتبقى 1 2 3 4 5 6، كتبقى ليا 6. 7 نحيد منها 1 كذلك 6، 5 ناقص 1 كتساوي 4، و2 ناقص 0 كتساوي 0. دابا اخر واحد شنو غنديرو؟ قال لينا 10، ناخذ 10 ونقصوا منها 4 ها هي 4، شحال تبقى؟ 1 2 3 4 5 6، كتبقى ليا 6. 10 نحيدو منها 9، شحال تبقى؟ كتبقى 1. دابا 9 نحيدو منها ها هي 9، نحيدو منها 8، شحال تبقى؟ 1. 8 نحيدو منها 4
خلاص قا واحد جوج ثلاثة أربعة سبعة نحيدو منها سبعة، هي سبعة نحيدو منها سبعة أسقى صفر. خمسة ناقص خمسة صفر، واحد ناقص واحد كذلك صفر. إذا هكا نكون سالينا النشاط الثاني من الصفحة 40، إن شاء الله تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.